أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة سألت عن حكم لبس البنطال للمرأة في أماكن تجمع النساء والحدائق العامة، وعن حكم لبس البنطال للمرأة أمام زوجها خاصة. هذا من الفتن. ما البنطال ما هو من لباس النساء، ليس هو من لباس النساء، بل هو لا يصلح للرجال، لأنه يبين حجم الجسم والمفاتن، ولأنه يضيق على المسلم الذي يريد أن يصلي ويركع ويسجد ويجلس، ضيق عليه كما هو معروف من اللي يلبسونه، فليس هو من ملابس الرجال من المسلمين، لا يليق بهم. فكيف بالنساء؟ النساء لا تلبس البنطال بحال من الأحوال، لا عند زوجها ولا عند النساء، لأنها إذا لبسته صارت قدوة سيئة، صارت قدوة سيئة للنساء ويقتدين بها، وهي ليست بحاجة إلى لبسه عند الزوج، ليست بحاجة إلى لبسه عند الزوج، وإنما هو زيادة فتنة فقط، وتعتاد عليه، تعتاد عليه، وإذا لبسته عند الزوج لبسته عند غيره، فهو تتجنبه المرأة على كل حال المسلمة. نعم.